أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الملعب. سنسلط الأضواء مشاهدينا الكرام على النتائج المميزة التي حققته منتخبات تربية نينوى بالساحة والميدان وكرة السلة للبنات والنشاطات الرياضية الأخرى على مستوى العراق. من هم المدربون ومن هم اللاعبون ومن هم الإداريون ومن هم المشرفون على منتخبات تربية محافظة نينوى؟ كل هذه الأسئلة مشاهدين الكرام وأسئلة أخرى تتابعونها بعد الفاصل. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيوف الحلقة، مجموعة من الأكاديميين ورئيس قسم النشاط الرياضي في تربية نينوى، وأيضا المدربين حول موضوع مشاركة تربيات نينوى في بطولة العراق لكرة السلة وأيضا للساحة والميدان والنتائج المميزة التي حققتها تربية نينوى. رحبوا معي مشاهدينا الكرام ب رئيس قسم النشاط الرياضي في مديرية تربية نينوى الأستاذ صلاح الياس. أهلا وسهلا بك. يا أهلا مرحبا. يا أهلا مرحبا. وأيضا أرحب بمدرب الساحة والميدان الكابتن نشوان عدنان. أهلا وسهلا بك. وأرحب بالكابتن فوزي إدريس مدرب أيضا بالساحة والميدان. أهلا وسهلا بك. وأيضا أرحب بالمدرب المميز بكرة السلة للبنات الكابتن صهيب إيشو. أهلا وسهلا بك كابتن صهيب. وايضا نرحب بالست دينا اسامه المشرفه على الرياضه النسويه في تربيه نينوى. اهلا وسهلا بك ست. ورحب بالاستاذ محمد زكي مسؤول شعبه الرياضه المدرسيه في قسم النشاط الرياضي. اهلا وسهلا بك استاذ. اذا مشاهدينا الكرام، اليوم راح نسلط الاضواء على نشاطات تربيه نينوى والنتائج المميزه اللي حققوها من خلال مشاركتهم على مستوى القطر. ورحب بالأستاذ صلاح الياس مرة أخرى. يا أهلا مرحبا أستاذ صلاح. شوي تحدث لي عن مشاركتكم الأخيرة بالتحديد، حتى نتكلم من الأخير. يعني أنتوا نتائجكم كانت مميزة، مبارك لكم هذه النتائج اللي حققتوها وأعدتم الهيبة للرياضة المدرسية في محافظة نينوى من خلال هذه المشاركات المميزة. تحدث لي عن ذهابكم إلى بغداد وكيف تم تشكيل هذا الوفد والمشاركة في هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية حديثي طبعا احنا باسمي وباسم منتسبي النشاط الرياضي والكشفي وكافة المدربين الموجودين في وحدة المراكز التدريبية، نشكر قناتكم قناة الموصلية السباقة في نقل الأخبار وفي نقل الأخبار الرياضية وغير الرياضية. فيما يخص تشكيل الوفد يوم 10/11 لكرة السلة ثانوي بنات، طبعا احنا بدايتنا نشكر مدير تربية نينوى والمعاون الفني، طبعا كل الأقسام هذه خلف الكواليس. كل الأقسام تتعاون معنا فيما يخص تشكيل الوفد الإداري. الوفد الإداري شكلناه برئاستي أنا كمدير قسم، والإداري أستاذ محمد زكي، والأخت دينا كانت مساعدة مدرب لتعرف البنات يرادهم أكيد لازم عنصر نسوي معاهم، كانت معاونة مساعد مدرب لأستاذ صهيب المدرب اللي كان متفرغ لتدريب منتخب تربية نينوى للعنصر النسوي. طبعا البنات اللي اختاريناهم في قضاء الحمدانية، وكان أستاذ صهيب هو اللي متفرغ لتدريب البنات. أما فيما يخص خلف الكواليس تتكاتف كلها، يعني أنا ما بس أسوي تكليف أمر إداري، وتكليف الأمر إداري مذكرة مواد بشرية مدير عام حجز المبلغ، طبعا كل التكاتف هذه مواد البشرية الحسابات الموازنة. كان أكو تعاون معاكم؟ طبعا متعاونين معانا فيما يخص حتى أبو الموازنة أستاذ بكر نذكر اسمه، أستاذ عبد الرزاق معاون الشؤون المالية مدير الشؤون المالية، أستاذ أوس المدير العام الرجل المعاون الفني، كلهم متكاتفين معانا، حتى أبو الإدارة. نعم. فيما يخص تحضير السيارة الكوستر لنقل الطالبات، طالبات معنا بالحمدانية يروحون يجيبوهن يطلعون الصبح،
يصلون بغداد قبل بيوم، اجتماع فني العصر بغداد، هاي كلها تكاتفت لايش؟ لرفع اسم نينوى. طبعا انا من خلال مشاهدتي على وسائل التواصل الاجتماعي يعني شفت الوفد مالكم مرتب، يعني لاول مره اشوف، يعني بصراحه حتى انديتنا من يطلعون خارج المحافظه لربما هناك علامات استفهام على الوفد. يعني الان شفت اني الوفد كان مرتب من ناحيه التجهيز، من ناحيه حتى الذهاب والمشاركه كانت بشكل منتظم، يبدو ان هناك يعني خطه مرسومه في طبعاً التربيه. الوفود اللي تخص التربيه يجب ان يكون مرتبه، نعم، لان التربيه نحن نجيب طالبات، اما فيما يخص الانديه يجوز اداري ما عندهم، مساعد مدرب ما عندهم، فنحن عندنا باللائحه الاداريه والماليه اللي تصدر من عند وزاره التربيه المدير العام للتربيه الرياضيه يكتب لك رئيس الوفد ان يكون مدير قسم، الاداري المدرب مساعد مدرب، نعم، هذا اللائحه الاداريه والماليه. الطالبه تاخذ كل طالبه يوميه 75,000، كل طالبه تاخذ 75,000 خلال مشاركتها، يعني مشاركتها تاخذ مصروف جيب، نعم، فيما يخص الفندق يقطعها منها للفندق والباقي لها، تتغدى تتعشى تتريق بي جيد، يعني شغلتنا كلها مرتبه، الدعم اللوجستي مهم جدا، نعم، مثل ما يكتبون باللائحه الماليه، يكتبون باللائحه الماليه كل طالب 75,000 جيد. في بعض الاحيان ملاحظه مهمه حتى يعرفون، حتى يعرفون يعرفون ان اللاعب ما يروح بس فقط يعني لاجل المشاركه، ولكن ايضا انت تمثل محافظتك بالدرجه الاولى، ثاني انت مدعوم من المحافظه، نعم نعم، لازم اللائحه الماليه كل طالب او طالبه 75,000. فيما يخص في بعض الاحيان مثل ما نقول يعني ماكو مبالغ، نعم، ما ناخذ من التربيه، يجمعون المدربين بيناتهم فلوس ويروحون مثل ما حصل بالساحه الميدانيه للحين الصرف، للحين الصرف، الصرف ماله موجود، تتاخر المعامله ما يخالف، الوفد مثل ما صار بالساحه الميدان بالبصره مشكورين المدربين، طبعا احنا نشكر المدربين اخواني نشوان وفوزي وصالح اللي بالقياره مدرب ايضا، بيناتهم جمعوا المبالغ وانطوا كل طالب حقه، رجعوا بعد يومين يستلموا الفلوس مالهم. نعم، خلينا ننتقل استاذ نشوان عدنان، ارحب بك استاذ نشوان ونهنيك ايضا بمناسبه تحقيقكم نتائج ايجابيه، شوي تحدثنا عن رحله البصره، كيف تم التنسيق لها؟ كيف ذهبتوا؟ من المشاركين كانوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نشكركم على الاستضافه الحلوه وعلى النقل الاعلامي لمثل يقول تربيه نينوى ان شاء الله. الحمد لله كان مشاركتنا فريق جيد جدا في محافظة البصرة، نقلنا الفريق قبل السباق بيوم تجهيزا لحضور المجتمع الاجتماع الفني اللي يكون يزعم اجتماعه دائما قبل البطولة في سباقاته بيوم. نعم، حضرنا الاجتماع الفني، أخذنا تعليمات السباقات والأوقات وأخذنا أرقام اللاعبين، وثاني يوم الحمد لله كان فريقنا جاهز واحنا مرتبين هاي الامور من هي انا مرتبين الامور اللاعبين على فعالياتهم ومثلا نقول مشاركاتهم. اختيار اللاعبين كيف كان؟ اختيار اللاعبين تقريبا اغلب اللاعبين اللي عندنا الحمد لله هم كانوا ممارسين، يعني مو اول مره، وصار لنا فتره، احنا صار لنا سنتين، احنا صار لنا 4 سنين عد فرق، لكن امور اداريه ما نشترك، لكن الحمد لله عندنا فريق كل سنه. صار لكم 4 سنوات ما مشتركين؟ صار لنا 4 سنوات احنا ما نشترك. نعم. حتى كان يعني احنا تفاجأت بين الفرق المشاركة التربية. شنو المانع كان مرسل؟ كانت المانع يعني سنة قبل 4 سنين صادفت مأساة العبارة. نعم. قبل السباق مالنا ب10 أيام، فصار تبليغ من مدير عام أنه ممنوع أي نشاطات أو سباقات تجرى في ذلك الوقت، لكون المحافظة كانت منكوبة بذلك الظرف، فما اشتركنا. بعدها صادفت أعتقد كورونا سنة. وسنة بعدها كانت أمور مالية، لكن الحمد لله هالسنة أستاذ صلاح استقتل على مدنا وما ليس مجاملة قدامه. لي قبل ما نسافر بيومين ثلاثة أنا وياه وكنت بمكتبه واتصالاته مع مدير عام وأستاذ خالد شاهين، مبارك يعني بارك الله بهم اللي هم سهلوا الأمر بحيث أنه لن نشترك. الفعاليات اللي شاركت بيها؟ الفعاليات اللي شاركنا بيها احنا اشتركنا في جميع الفعاليات. نعم. جميع فعاليات الساحة. كم واحد كنتوا مثلا بالوفد؟ بالوفد كلنا اللاعبين كنا 12 لاعب ومدربين 3 واداريين 2. جيد. النتائج اللي حققتوها؟ النتائج اللي حققناها الحمد لله احنا تقريبا 7 ميداليات عندنا، اللي هي بالقفزه الثلاثيه عندنا ميداليه المركز الثالث،
بالرمح عندنا ثالث، بالثقل عندنا ثاني، وبالمطرقة لاعب المنتخب الوطني طبعا هذا 4 سنين مسيطر وهو معروف عبد الواحد. نعم اكيد عبد الواحد سبق والتقينا به، هذا اول طلعة ايضا اخذ ميدالية ذهبية. عندنا بالبريدين ثالث بثاني، فما شاء الله نتائج عندنا بال200 ايمن لاعب ال100 وال200 اخذ ميدالية ثاني، فالحمد لله ما شاء الله نتائجنا كانت جيدة جدا وكانت مفاجأة لبقية التربيات صراحة. نعم استاذ فوزي، كيف كانت مستويات التربيات الأخرى؟ يعني كانت هناك منافسة قوية أو انحصرت المنافسة بينكم وبين محافظة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أشكرك على هذا اللقاء، والله كانت كلش قوية وباقي الفرق هم عادة فرق، يعني فرقهم حيل قوية، ولكن فضل من الله وبمتابعة أستاذ صلاح الياس اللي صار لنا تقريبا 3 سنوات متفرغين على التدريب. نعم. وعن يعني التدريب مالنا ما راح، يعني ما راح، الف الحمد لله والشكر، نتائجنا كانت زينه ونافسنا الى اخر لحظه، ولولا انه صار عندنا شويه احد اللاعبين خطا من التحكيم او من اللاعب نفسه، الا نحن اول فرقيا نحن نعم. اول، يعني عندنا لاعب طلع ثاني بال3000 استبعدوه الحكام اللي خلل، يعني ماكو يقول دخل على الملعب تقريبا نص متر، وهذا ماشي ما يعني ما حدث اصلا. نعم والحمد لله والشكر. منافسكم منو كان؟ كانوا منافسينا النجف الأقوى. وبابل الأقوى. النجف وبابل النجف وبابل كان كانوا ملتزمين بالاعمار؟ لا لا اكو التزام بالاعمار، لان هسه اكو اهم نقطه هذه تدقيق يعني. تدقيق نعم. تدقيق قوي بالاعمار. نعم اكتشفتوا انتم من خلال هالبطوله انه محافظه 2 او ممكن تنافس بالسنوات المقبله وتتسيد العاب الساحه والميدان كما كنا في السابق؟ والله ان شاء الله، نحن نعاني من مشكله واحده اللي هي عدم وجود ملعب. نعم مضمار ماكو، المضمار الوحيد اللي نتمرن به يعني لا يخفى عن احد بالغابات ترابي وعن نتمرن عليه. زين اللاعب ما يتفاجئ مثلا هو تمرن على الترابي وراح هناك لقى تارتان، وهذه يعني هذه ما تأثر على مستواه؟ هذه من مثل المحفزات للتطور، يعني نعم. يتمرن على ترابي يروح يركض على تارتان، لا ينجز احسن. نعم احنا بالرياضه ينجز احسن، لان اختلاف الدفع التراب عن التارتان يصير اكثر، والدليل على هذا انه لواعيبنا ارقامهم احسن من ارقامهم بالتمرين. نعم استاذ فوزي، انتم يعني تعتمدون على اللاعب الجاهز لو انتم مثلا لا تزورون لا مدارس وتكتشفون؟ لا نحن نفتر كون انه عندنا تفرغ ونطلع نفتر على المدارس ونسوي اختبارات داخل المدارس، يعني نلتزم وناخذ بعض اللاعبين اللي عنده ميزه ونبدا نمرنه الى ان نوصله مثل ما يقول اللاعب الى الاحتراف. ما كان اكو هناك مثلا مدربين شيء جلب انتباههم لاعبيننا مثلا نستقطبهم بالمستقبل المنتخبات الوطنيه؟ شيء ما كان اكو احد يعني مثلا؟ لا هي بطوله التربيات احنا كان مثل ما يقول كنا نتامل انه المنتخب المدرسي العراقي يشترك بطولة مصر. لو مشتركين يعني كانوا لاعبينكم ضمن اكثر لاعبين لواعبنا يروحون. نعم لان مثل ما يقول احنا نتائجنا كل الزيانة. نعم خلي ارحب بالاستاذ الصهيبي شو مدربنا المميز، طبعا انا سبق والتقيت بك اكثر من مره ما شاء الله، يعني انت مبدع في مجال كره السله، هنيك على النتيجه المميزه اللي حققتها للتربيه هنا وصولك على المركز الاول. شوية تحدث لي عن مشاركتك، كيف تم توجيه الدعوة لكم، وهل كان فريقك متهيئ أم كانت مفاجأة مثلا المشاركة والوقت كان كافي للإعداد والمشاركة؟ بالبداية أحب أشكركم، أشكر قناة الموصلية على هذا اللقاء. بصراحة لا أنا كنت مستعد لهذه البطولة وأنتظرها من زمان. نعم صار لي 4 سنين أدرب فريق كرة السلة للبنات، طبعا نشكر نادي قرقوش الرياضي اللي يعني هو اللي يجهز الكرات ونتدرب بالملعب مع نادي قرقوش، لأنه اللاعبات كلهم من قضاء الحمدانية قرقوش. نعم ف
احنا تفاجأت بالموعد بصراحة، يعني ما كنا نتصور انه يجي خلال الدوام يعني بهاي السرعة. نعرف اكو بطولة، لانه البطولة طولت مثل ما قالوا الجماعة، كان اكو قلة بالتخصيصات المالية، فال يعني الألعاب أغلبيتها كانت متوقفة. خابرتني سديانة وأستاذ محمد زكي، خابروني على موعد البطولة اللي كان قبل شهر يوم 10/11، وقمت بتحضير البنات وقلت لهم على موعد البطولة، وقمنا حضرنا الأوراق الرسمية. طبعا لازم من المدرسة هاي بها كلها يعني هسه موافقات، وهناك اكو تفتيش علينا هوية الطالب يسموها. والحمد لله يعني التربية، نشكر مدير تربية نينوى اللي مجهز كوستر حديث لنقل اللاعبات واللاعبين للبطولات، و يعني الدعم كان متوفر لكم يعني متوفر الحمد لله والشكر. استاذ صهيب، يعني احنا كنتيجه استقبلناها، يعني البعض اعتبر نتيجه فوزكم بالبطوله مفاجاه، البعض اعتبر انت بالنسبه لك كانت مفاجاه، لو كنت واثق انه انت راح تحقق نتيجه ايجابيه. انا كنت واثق انه احقق نتيجه، بس كحقق المركز الاول ما كنت واثق من عندها. يعني قبل البطوله قلت للاستاذ صلاح انا لو اول لو ثاني بس خليني اشوف الفرق المقابلي، لانه اكيد فرق قوية كانت. يعني يعني انا من 2014 ما مشارك باي بطولة، فصار عندي يعني انه واحد ما يعرف الفرق المقابلة شنو. استاذ صلاح كانت مفاجأة لو لا انت بالنسبة لك؟ بالنسبة لي يعني هذا الفريق رحت عليه ب 2022 كان مشارك ببطولة، واني استاذ نظير جينا عليك هناك في قرقوش بالملعب مال نادي قرقوش. طبعا انا نسيت اشكر نادي قرقوش برئاسه استاذ خالص، جينا على بطوله شفته يعني حد نزلنا على الملعب، قلت له هذول البنات راح يصيرون منتخب تربيه. استاذ صهيب قال ايه، قلت له بس يعني بس يطبطبون ما يناولون، قال ان شاء الله يصيرون. فما شفتهم صراحه، ما شفت من ذاك الوقت، ف يعني متوقع يعني متوقع ثالث مو الاول ولا متوقع الاول. خلينا ننتقل لسدينا، رحب بك مرة أخرى. سدينا مشرفة على الرياضة النسوية في تربية نينوى. احنا ما نتحدث عن النتيجة، لأن النتيجة ما شاء الله هي كانت عن جدار واستحقاق، بالإضافة إلى نوع من المفاجأة، ولكن أنت كمسؤولة عن الرياضة النسوية، أستاذ صهيب قال إنه معظم البنات كلهم من الحمدانية. زين إذا أسألك يعني من الأخير أسألك، شنو دور مدارس الداخل بالموضوع؟ شو ما عندنا مثلا بنات مشاركين ببطولات؟ تمام، انا كمسؤوله الرياضه النسويه في قسم النشاط الرياضي والمدرسي، عندنا بطولات حاليا، عندي بطوله مال الطائره، بس ما ممكن هذا الفريق ممكن ان نشارك بينه على مستوى العراق. يعني كم بصراحة من الناحيه الفنيه مثلا؟ خلينا نقول التدريب، ما ذاك التدريب عندنا الصحيح بالنسبة للمدرسات، ما عندنا هاي الإمكانية المدرسات تعد فريق جاهز نشارك بينه على مستوى العراق. يعني أنت تعاني من هذا الموضوع؟ عندك معاناة؟ كلش معاناة عندي. نعم. يعني فرق يعني ضعيفة، العفو أستاذ صلاح وأستاذ محمد زكي اللي يتابعون الموضوع، فرق ضعيفة بالنسبة للبنات. نعم. يعني شنو السبب رأيك؟ عدم التزامهم بالوحدات التدريبيه مثلا، او تقصير مثلا من مدرسات او والله انا اشوف المدرسات ما يدربون من المدرسات. ايه. نعم. وقسم من ادارات المدارس ما عندها دعم او تشتغل ضد المدرسه، يعني ما تعتبرين درس الرياضه درس هامشي يعني هامشي. وقسم من المديرات لا بالعكس، اكو مديرات تحضر معهم بسباقات تحضر النهائيات، وقسم تشتغل ضد المدرسه تخلي درس رياضه نعتبره ثانوي. زين ما ممكن انه مثلا اجراءات تتخذون اجراءات بحق المقصرين؟ والله احنا بالنسبه لنا كنشاط رياضي ما عندنا هاي الاجراءات. يعني ما بس احنا يعني اكو نقطه مهمه، لازم متابعه بالنسبه لفرقه تربيه نينوى، لازم تتابعها من خلال دراستهم، لان الطالبه اللاعبه ما تجي اسبوع او 10 ايام هي خارج مدرستها. نعم. فاكيد دروس تروح عليها، فهوني عندنا هاي النقطه، لازم اداره المدرسه ومدرسات
يعني يعوضون اللي فات. طبعا يجلوهم مثلا من امتحانات وهذه وما بس يساعدوهم. نعم. ساعدهم من خلال دروس تدريبيه، عفوا دروس يعني خاصه ياخذوهم بعد الدوام حتى يعني الاهالي ما يضوجون ولا يقولون بلدنا مثلا مستواها هبط نتيجه الرياض. يعني هسه احنا نقدر نقول لولا يعني بنات قضاء الحمدانيه يمكن ما عندنا مشاركه خارجيه. بس عندي يعني مداخله اذا تسمح لي. احنا بناتنا اللي موجودات اللي نشارك بهم في الاستحقاقات اللي على مستوى القطر كلهم من أغذية خارج محافظة نينوى. نعم. عندنا تلسقف طلعنا ثاني على العراق وكرة القدم تلسقف. نعم. تلسقف. ومن هذا المنبر أشكر أستاذ عامر اللي عنده يد في في الهيئة الإدارية نادي تلسقف أستاذ عامر. نعم. عندنا ساحة وميدان طلعنا ثالث بالسماوة بنات. نشكر أستاذ إبراهيم ونشكر أستاذ علي رعد مدرب الساحة وميدان بنات يدرب بعشيقة. البنات من بعشيقة. نعم. وقسم من البنات من المخيمات الموجودة في سنجار وفي دهوك. هو أستاذ صلاح يعني يزيديات يعني ما عندنا مشكلة مثلا إذا من الحمدانية إذا من تلسقف ما عندنا سوى المحافظة المهم محافظتين هو يمثلون محافظتهم بس في نفس الوقت لازم يكون عندهم منافسين. نعم. يعني من داخل. نعم. المحافظة أنا يعني أعرج لك على هذا الموضوع حتى نرفع من مستوى أعرج لك على هذا الموضوع مع البنات المشاركات. نعم. بالرياضة النسوية اللي داخل مركز محافظتين هو. نعم. المشاركات ركيكة مو بالمستوى المطلوب. نعم. أعاني من هذا الموضوع أعاني واللي هو ماكو فرق أجيب بنت من قرقوش أجيب بنت من بحشيقة نفس الشيء بس أنا عندي أنا 600 مدرسة 500 مدرسة. نعم. ما عندي يعني إذا يعني حد بالكشاف أنا يعني متأكد أكو مواهب عندهم بس أكو مواهب أكو من يحتضن هذه. نعم. لا لا أستاذ أكو مواهب بس نحن وهمنا أشكر أهالي البنات والولاد الذي أعطوا الثقة الكاملة لقسم النشاط الرياضي والكشفي في أخذ الولاد والبنات. نعم. إلى خارج المحافظة. نعم. أكيد أكيد أنا متأكد أني عندي مواهب من الموصل بس أهلتهم ما يخليهم يجون. نعم. فليش الجماعة هنا البنات قرقوش يجون معانا بنات تلسقف يجون معانا بنات بحشيقة يجون معانا. نعم. بنات الداخل حتى صار عندي مخيم قطري بشهر الخامس للأزهار للزهرات العفو وللأشبال وماجه. بناتنا بالموصل قوة حصلوا اللي مسؤول برحة الزهرات الزهرة قوة حصلت 10 بنات بنت أخوها بنت أختها جابوها. نعم. ولا جابوا أخت أي بنت أيمن بنت محمد يونس يعني جمعناهم. نعم. من عندنا. فنحن نفتقر إلى هذا الشيء. إحنا بالتربية الرياضية هسه تروح أنت بنات ما شاء الله يعني اعداد هائلة اللي يقدمون للتربيه الرياضيه يعني شنو المشكله انه البنت احنا استاذ جاسم انا من هذا المنبر مالكم دزيت كتابين للمدير العام للتربيه الرياضيه بانه مدرسات الرياضه ومعلمات الرياضه اللي يصير عنده خدمه 16 سنه تصير معاونه. نعم. احنا من هنا يتعينون ما صار سنه صارت معاونه وصارت مدير وعافت الرياضه. نعم. خلينا نتكلم مع استاذ محمد رحب بك مره اخرى استاذ محمد وين زي كره زي. القدم من ما لقينا مثلا كاس كره القدم شنو السبب بصراحه استاذ جاسم يعني بالبدايه نشكرك نشكر هاي متابعاتك واظهار عملنا قبل ما اعرج على سؤالك بصفتي مسؤول شبه الرياضه المدرسيه بصراحه يعني اشكر اخوي الكبير استاذ صلاح هو منطيني صلاحيات كامله بصراحه. نعم. واي شيء اطلبه من ناحيه الفرق والمنتخبات ما يعني بصراحه يعني بالنسبه للجماعه الاخوان ساحه وميدان والسله يعني بصراحه كنت متابعهم بس من بعيد واثنين من جو قعدوا الفعاليتين كل تفاصيلهم نعرفها بس انت قلبك يم القدم بس هسه احكي لك عن القدم واستاذ صهيب انا بصراحه متابعهم بطوله الشباب مال الشابات مال الانديه ودائما استاذ صلاح اجي يعني يسالني يقول له هذا الفريق يجي من الاول ثلاثه هذا الفريق يجي الثاني يعني حسب المستويات اللي نعرفها وهذه بالنسبه للقدم استاذ صلاح يعني انت يعني مع سهب البدايه عن نادي تلسقف نحن نشكر استاذ عامر لان احنا كل سنه يهيئ لنا فريق بالنسبه لفريق البنات اللي رحنا به يعني فريق متوسط كان اعمار 8 و9 و10 حصلنا المركز الثاني ولو كان فريق ثانويات كان المركز الاول. وكان يعني موعودين انه بطوله مصر اللي استاذ فوزي مصر كان بيها بطولتين بس فعاليتين عفوا اللي هي كره قدم متوسط مفتوح وخماسي بنات لا العفو السداسي صارت استاذ يمكن
احنا ثلاث بطولات ثلاث لعبات بجمهورية مصر العربية اللي هي بنات سداسي اللي هي ما عدنا اللي اعتذرنا من وراها اعتذرنا من وراها نحن عدنا خماسي فصارت سداسي اعتذرنا أما الفعالية الأخرى كرة قدم متوسط بعد انقطاع دام 10 سنوات رجعنا على بطولة العربية المدرسية بطولة قدم مفتوحة هو أنا راح أسألك أنا هذا الموضوع راح ألتك لا بس لا بس دعارج وسباحة ثلاث فعاليات أم شاركة فقط بالقدم لا نعم نحن شاركة بس بالقدم ولد نحن الفريق البنات تقريبا 5 لاعب نسحبهم منتخب هاي بالنسبة ما يخص البنات بالنسبة لكرة قدم بنين بصراحة العام شاركنا ببطولة كرة صالتها من إعدادي ثانوي يعني بنين وكان عندنا فريق كلش رائع يعني فريق يعني من الأدوار الأولى رشحونا للنهائي ولكن أحيانا سوء الحظ وسوء الطالع في مباراة الدور الثمانية الحارس يعني ما كان بيومه ما كان بالأجواء مالته وسبحان الله يعني مباراة دراماتيكية يمكن ذكرتها الصراحة اللي خسرنا بها 6-5 يعني كان بصراحة الحظ عاثر مع منو خسرت؟ خسرنا ويا الفريق اللي أحرز المركز الثاني في الصافة الأولى نعم. ومع العلم الفريق اللي سويناه بصراحة يعني أنا أتمنى أستاذ جاسم أنه تعرف إحنا صار عندنا انقطاع طويل وين صار الفريق هسه؟ هسه أكمل لك إحنا صار عندنا انقطاع طويل عن إقامة البطولات الكرة القدم مفتوحة المتوسطة والإعدادية بصراحة بعد توجيه الأستاذ صلاح ارتئينا هاي السنتين أنه نقيم بطولات المدارس المتوسطة والإعدادية الكرة القدم مفتوحة وبصراحة عن نسحب لاعبين يعني من ضمن مصطفى نواف اللي حاليا منتخب شباب نعم ممكن يمثل منتخب هو العام 2005 شارك ويانا سنة يعني العام أخير سنة هداف مع البطولة كان هو الهداف مع البطولة ومسحوب كان منتخب مدرسي بس ما صار إنه مشاركة في أمل هاي الفعالية فمع العلم اللاعبين اللي سحبناهم كلهم سحبناهم من خلال بطولة المدارس يعني عندنا يعني هسه نعرف أستاذ صلاح فريق اللي راح لمصر أنا خبروني على حارس اللي هو عثمان هذا سحبته من بطولة المدارس وبقيت ويا بالنادي وبالأكاديمية وما شاء الله مستوى كل الزين وخبروني عليه بس هو بمرحلة ثالثة وطالع إكمال ودور ثاني وثالث تعرف الرياضي شطار شوية فمنعته يروح من المشاركة معه فإحنا يعني بصراحة ماشيين بكل الفعاليات بس أحيانا سوء الطالع ما من الممكن أن كل البطولات حالياً عندنا فريق كرة قدم مواظبين على التمرين أستاذ جاسم إحنا بكل الفعاليات قدم سلة طائرة يد وبكل الفعاليات عندنا فرق يعني ساني يعني عرج على الشغل أنه ستقولون فرق البنات يعني اللي جايبين ثاني وهي نحن بصراحة جت بطولات الولد بس ما كان أكو اعتماد مالي فاعتذرنا على كثير بطولات من ضمنها كرة اليد هو بالعكس مثلا هسه الولد داخل الموصل ينافسون فرق الخارج نحن يعني لا خارج نحن بالنسبة ممكن لربما أفضل من عندهم استاذ يعني. جاسم بالنسبة للولد نحن داخل الموصل لا مستواهم أعلى كثير من الخارج سبب انه البنات الخارج متميزات انه هم تربطهم علاقات قرابة وعلاقات اجتماعية يعني. فمواظبين على التمرين ويا المدرب احنا ما من الممكن انه بداخل المدينة انه البنية يوم يشيل جنطتها وتروح التدريب يعني بعد ما وصلنا هاي الثقافة بصراحة فانت تشوف الفرق النسوية خارج الموصل انه هم سكنوا بمنطقة محدودة وعلاقاتهم الاجتماعية والقرابة فيكون متنفس انه تروح تتمرن ويصير دعم ويصلون أندية ومنتخبات فصار توجه عليها فتشوف دائما الفرق المتميزة مع البنات تكون من خارج المدينة بس الفرق الولد يعني مستواها بداخل المدينة كثير أعلى من الأطراف نعم شكرا لك أهلا أهلا مشاهدينا الأعزاء فاصل ومن ثم أعود إليكم مرة أخرى أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى وأنتم تتابعون برنامج الملعب أعود مرة أخرى إلى الأستاذ صلاح إلياس أستاذ صلاح نتحدث عن رحلة مصر يعني استندوا إلى النتائج المميزة اللي حققتها تربية نينوى واستدعوك ضمن الوفد لو يعني الوفد كانت أسماءهم محسومة لي قدام يعني مثلا
طبعا الاستدعاء اللي صار للمشاركة مع منتخب العراق المدرسي في البطولة العربية المدرسية اللي أقيمت في جمهورية مصر العربية من خلال النتائج وما نزلنا من منصات التتويج الحمد لله والشكر أساسا سنتين ما نزلنا من منصات التتويج أي بطولة نفوت بها يا أول يا ثانية فرضتوا نفسكم يعني. نعم وإحنا جماعتنا طلعوا ثاني البنات مالتنا متوسط طلعوا ثاني على العراق إضافة إلى أمور أخرى إدارية تخص مدراء الأقسام وتقييم مدراء الأقسام لمدير عام التربية الرياضية الموجود أستاذ محمد إبراهيم عبودي نقدم له الشكر والتقدير. هاي المشاركة صارت من خلال كل هاي الأمور من التتويج من الأمور الإدارية اللي هم يقيمونه مدير عام التربية الرياضية هو يقيم مع مدراء الأقسام اليوم يجون زيارات يشوفون النشاطات مالتنا يشوفون السباقات مال الرياضة المدرسية يشوفون تجمعات الكشفية كل قسم حسب الأقسام اللي عندنا والشعب. مثلا قسم التربية الكشفية في مدير عام التربية الرياضية يجي يزور المخيم يزور التجمعات يكتب تقرير. مدير قسم الرياضة المدرسية يجي يشوف السباقات اللي عندنا موجودة واللي مقسمين إلى قطاعات ساحل الأيمن وأيسر الأيسر بأربع قطاعات مثلا الأيمن بخمس قطاعات وهكذا مع إرسال الجداول والمخططات إلى الوزارة. قسم التربية البيئية والصحة المدرسية نفس الحالة يجون يزورون إيش سوينا من حديقة مدرسية نحن دائما نطلع أول ثاني من أجمل حدائق مدرسية. نعم. في محافظة نينوى. على مستوى العراق. على مستوى العراق. جيد. يعني العام طلعنا ثاني أخذت الجائزة. بعد بغداد؟ لا ما بغداد مرات صلاح الدين. نعم. يعني طلع ثاني العام أخذت الجائزة قلت لهم هي من ربيعان شلون طلعونا ثاني؟ إيه. فهاي النتائج كلها صارت شنو في اختيار مدير قسم. خلنا نروح لمصر. رحنا لمصر. نعم. المصر. مدة الاستعدادات لهذا المنتخب الفتي 2007-2008-2009 مدة تحضيراته 20 يوم فقط. وقت قصير. ليش 20 يوم؟ لأن كانت المشاركة شبه معدومة لعدم توفر التخصيص المالي. بس معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري اللي حصل المبالغ عن طريق صندوق التربية مع متابعة من الأستاذ محمد إبراهيم عبودي مدير عام التربية الرياضية وأيضا متابعة من وكيل الفني أستاذ حسين صبر النامي حصلوا المبالغ اللي نصوت عليها هيئة الرأي فكانت مشاركتنا للجمعة غير معلومة فجت الموافقة الأمنية والمبالغ استحصلت وأرسلت إلى جمهورية مصر العربية الدولة المستضيفة فشاركنا حسب أنت الوفود كلها سافرت يوم الجمعة وصلت مصر احنا وصلنا السبت. نعم. نفس اليوم يعني اللعبة؟ لا مو نفس اليوم اللحظة صارت اللعبة. نعم. بس ما وصلنا الاجتماع الفني يوم الجمعة فهاي الأحداث كلها صارت بعد انقطاع 10 سنوات للمشاركة في هذه الفئة فقط كرة القدم يعني بس كرة قدم. نعم. لأن المنتخب النسوي على أساس يشاركون في الخماسي خماسي ما شاركوا عندهم سداسي قوانين السداسي للفتيات في العراق لحد الآن ما نعرفها القوانين مالها. نعم. قانون اللعبة يعني هم شاركوا بثلاث فعاليات كرة قدم ساحات مفتوحة للأعمار 7-8-9 يعني متوسط وشاركوا في السباحة وشاركوا في السداسي بنات فهذه المشاركة يعني بعد انقطاع دام 10 سنوات الحمد لله والشكر ونتائجنا كانت بالنسبة للتحضيرات اللي صارت نتائجها يعني أصنفها ممتاز. نتيجتكم كيف؟ خامس على بين كم دولة؟ 12 دولة. لأن فزنا على منتخب الجزائر فزنا على منتخب الكويت فزنا على منتخب المغرب. نعم. خسرنا مع ليبيا. نعم. فزنا على منتخب فلسطين يعني عندنا 4 منتخبات فزنا عليهم خسارة واحدة فارق هدفين نزلونا فارق هدفين. دائما المنتخبات المدرسية في السابق كانت تفرز عن النجوم وهذول النجوم يدخلون منتخبات الوطنية يعني تتذكر حسين سعيد كان
نجم المنتخب المدرسي وبعدين صار نجم هو المنتخبات العراقية. يعني اكتشفتم نجوم بالبطولة ولاعبين؟ طبعا طبعا هناك نجوم. استاذ سعد حافظ كان المدرب. نعم. تعرفون سعد حافظ مدرب معروف، مدرب معروف ومحاضر آسيوي. نعم. وكان معاه استاذ عبد الرزاق اللي هو مدرب منتخب تربية البصرة. نعم. وعندنا مدرب حراس المرمى استاذ دكتور حسين. يعني أنا بالنسبة لي ضمن الكادر التدريبي. نعم. ففرزنا عدة وجوه شابة 2008 2009 يعني لحد هذا ذكروا لي اسمه عبد الملك. نعم. من الأنبار لاعب إذا استمر يكون فعلا نطبق أنه الرياضة المدرسية هي الرافد الوحيد للمنتخبات. عبد الملك عندنا، حسن عندنا، حسين الحارس مرمى كان زين لأن يعني. نعم. تعادلنا مع منتخب الكويت العراق طبعا صدنا 3 ضربات جزاء هذا الحارس مرمى. اثنين احنا نقارن نفسنا مع بقية المنتخبات بالنسبة للتحضيرات مالنا، بالنسبة لتحضيراتنا المنتخبات الموجودة اللي شاركت في هذه البطولة كلها منتخب ناشئين. منتخبات كانوا مع العلم انه منتخبات وطنية يعني كانوا. منتخبات وطنية ناشئين. نعم. مع العلم انه احنا عندنا منتخب ناشئين، منتخب العراق للناشئين عندنا لاعبين من عندنا طلاب كان اخذهم بس المدرب ما انطانهم. ما انطوك. ما انطى. نعم. كابتن احمد كاظم انا ما اشتري الرجال بس حسب ما حكوا سعد حافظ هاي منطو بس الرجل سعد حافظ ما خلى قصره. بس كانت مهمه انتم لكم هذه البطوله. طبعا. طلعتم على يعني هو راح معسكر الاجواء. نعم. بعد ما رجعنا منتخب الناشئين راح معسكر. نعم. يعني لو خلانا خلى اللاعبين معنا كان نجيب نتيجه لان يعني اللي شارك بهاي البطوله عمان منتخب ناشئين، منتخب لبنان منتخب ناشئين. نعم. منتخب المغرب منتخب ناشئين، منتخب السعوديه منتخب ناشئين ومدرب انجليزي. نعم. مدرب انجليزي عليهم. خل نرجع استاذ صلاح نعرج على الرياضه المدرسيه، اخر مستجدات الرياضه المدرسيه من خلال متابعتكم، كيف تشوفون النشاطات في المدارس، كيف تشوفون دور مدرسه ومعلم التربيه الرياضيه؟ والله بالنسبه للمنتخبات المدارس اللي عندنا اللي سوينا لهم طبعا بطولات قبل امتحانات نصف السنه وكو بطولات بعد امتحانات نصف السنه، هناك اقبال على المدارس بالنسبه ما يخص كره قدم الساحات المفتوحه. نعم. هاي صار سنتين مثل ما قال الاستاذ محمد زكي انه شفت ولاحظت انه اللعبات اللي موجوده كره الصالات اثرت على الساحات المفتوحه. نعم. يعني قبل سنتين صار 20 سنة ماكو بطولة ساحات مفتوحة. يعني صار يسوون بطولة ساحة مفتوحة؟ هسه متوسط اعدادي ساحات مفتوحة، كرة صالات ماكو. نعم. بس الابتدائي. ابتدائي بنين، ابتدائي بنات. نعم. فنشوف الإقبال على الساحات المفتوحة أكثر من بقية اللعبات. بالنسبة لما يخص المدرسين المتوسطة والإعدادية. يعني إقبال ما احنا يعني نشكر ملعب الدواسة، أستاذ معروف وأستاذ منير. ونشكر كابتن محمد فتحي اللي انطانا الملعب، ونشكر استاذ شرقي انطانا ملعب المستقبل المشرق. يعني انطونا الملاعب نحن مثل ما قالوا جماعه الساحه وميدان نفتقر الى ملعب ساحات مفتوحه تربيه اثنين. هو على طاري الملاعب استاذ صلاح، يعني احنا وزاره التربيه من اكبر الوزارات في العراق، يعني ليش لحد الان يعني مثلا التربيات ما عندهم ساحات خاصه بهم مثلا في كره القدم؟ احنا حسب ما افترينا المحافظات و نلتقي مع مدراء النشاط ما عندهم ساحات مفتوحة حتى بقية المحافظات. حتى بقية المحافظات يعتمدون على الأندية. نعم. يعتمدون على الأندية. أما الساحات المفتوحة حاولنا هاي السنة أخوي أستاذ محمد يعرف حاولنا مع منظمة اليو إن دي بي. نعم. بأنه يبنون لنا ملعب في مخيم الحدباء، فالناس جو مشكورين والمهندسين إخواننا بالأبنية المدرسية طلعوا وقاسوا الملعب وإن شاء الله إن شاء الله نزف، بس يجون يشتغلون مثل ما يقول ابو المثل، يعني لا تقول اسم اذا ما تلهم، خلي يجون يشتغلون بالملعب هذاك الوقت. انت اول واحد استدعيك تيجي تصور الملعب اللي يبنوه بالساحات المفتوحه في المخيم الحدباء. ان شاء الله. على صعيد الاستعراضات الرياضيه، يعني الاستعراضات الرياضيه احنا مواظبين على الاستعراضات الرياضيه في الاقضيه والنواحي. الفصل الثاني اكيد راس في الاقضيه. العام اول العام سوينا بتلعفر، سوينا بربيعه، سوينا بالحمدانيه، ببعشيقه، مواظبين على استعراضات الرياضيه اللي دائما تكون مثل ما تعرفون انت اخويا مدرس ما رياضه وتربوي في الشهر الرابع. داخل المحافظه ما عندنا ملعب، نفتقر الى ملعب مثل ما قالوا الشباب الكباتن، ان شاء الله ملعب الجامعه اذا
خلص ملعب الجامعة وانطونا إياه الملعب الجامعة إن شاء الله سوي استعراض ضخم في ملعب الجامعة. أما إذا ما انطونا إياه هاني موصي الكباتن إن شاء الله سوي استعراض في الساحة اللي يحشوا عليها اللي مشكورين يروحون يدربون في ساحة ترابية في منطقة الغابات. أيضا العلم هناك سؤال يعني دائما المدرسين الرياضي يسألوه يقول لك صار لنا كذا سنة ما محصلين من النشاط الرياضي كل شيء لا تجهيزات لا كرات لا كل شيء ما محصلين من عندهم فهاكم المستقبل القريب فتشي مثلا تدعم به أنت مدرس الرياضة حتى أيضا يعني وأيضا له حق يعني هسه كلهم بده يشترون كرات شغلات من جيوبهم يعني. أنا بدي تكون الميزانية انفجارية مثل ما كانت 2012 و2013 نعم. 400 مليون اشترينا بها تجهيزات يمكن ترك سودات وبوتينات يمكن أبعد مدرس أبعد معلم في خريطة العراق في التربيات بعاج صقارة استلم ترك سود وبوتين نعم صحيح. أما هسه الميزانية اللي عندنا 25 مليون خلي أكون أنا أعلنها 25 مليون أنا وصيت بعشر ملايين كرات وإن شاء الله إذا تجي نعطيهم كرات ونوزع لهم بال 15 مليون أخرى قدمت على ترك سودات ما وافقوا لي ما مثل قبل عندنا لجنة إحنا نشتري نعم. عندنا لجنة عروض والتعقيدات الموجودة بالحسابات والتدقيق أنت كل ما تموت سنة أو سنتين من الدوام تتعقد الأمور أكثر طبعا. إحنا قبل كنا نسوق ونشتري لجنة ثلاثة مدير نشاط مشرف أمين مخزن أسست عندك 30 توقيع على العروض واللي جاء مع المشتريات موجودة بالتربية إحنا ما نشتري يعني أنا مقدم 10 ملايين 9 ملايين 995 مقدم على كرات كافة أنواع الكرات سلة طائرة قدم يد بس أكثريتها قدم وطائرة فمقدمها أذاك اليوم أنا جيت مصر جو شوفوا نوعية الكرة الوكيل مالتي الأستاذ نعم. بسام قال لهم يشتروا من هذه فشوفوا إن إياها يعني إنه حتى يكون ضمن المواصفات اللي أنا كاتبها نعم. بالمذكرة فإن شاء الله لما يجي إن شاء الله إحنا ما نقصر أكيد أنت حسب الإمكانيات حسب أنتقل أستاذ نشوان مرة أخرى أستاذ نشوان نتكلم عن المستقبل يعني أكيد إحنا الشيء اللي حققته أنتوا يعني أكيد الكل شافه وأكيد إحنا نقيم هذا العمل ولكن بالمستقبل شو مخططين أنتوا أكيد يعني الرياضة تحتاج إلى ديمومة تحتاج إلى إنه جد الدماء يعني هسه أنت اللاعبين اللي يمك يعني حققوا نتائج جبارة لكن يحتاجون إلى تطوير حتى تحقق مراكز متقدمة وأيضا هل هناك يعني أفكار مثلا باستقطاب بعض لاعبين آخرين من خلال مثل ما تفضل الأستاذ صلاح أنه استعراضات رياضية أيضا تكشف عن مواهب طبعا إحنا أول شيء الحمد لله اللاعبين ما أن اللي مختارين هم كلهم أعمارهم تسمح أنه يلعبون سنة أو سنتين وثلاثة نعم بس يتنا بعضهم يعني ممكن هالسنة يمكن عندنا لاعب أو لاعبين ممكن سنة الجاية ما يحق لهم لكن البقية كلهم طلاب أعمارهم هم بالستة 2006 هو يحق العام 2005 فسنة الجاية هم يحق لهم إن شاء الله نعم. احنا عادين اعداد بحيث طويل المدى يعني ما مال مثلا شهر او شهرين لا احنا نشتغل السنه كلها على طول السنه الساحه ما تدري ما ينقطع بها التمرين نعم فالفريق عادي اعداد انه السنه الجايه ايضا نرفضه ايضا في بعض اللاعبين لانه احنا راح نسوي سباقات عده سباقات للمدارس للجانب الايمن والايسر راح نستقطب منه لاعبين فان شاء الله نسوي اختبارات داخل المدارس وراح نسوي مهرجان مثل ما قال استاذ صلاح ان شاء الله نسوي مهرجان رياضي من ضمنه راح نشارك اكبر عدد من المدارس اللي نقدر عليها هاي المدارس اكيد راح تطلع عندنا لاعبين امكانيات او موهوبين احنا ما نعرف فيهم راح يظهرون عندنا خلال السباقات راح نقدر نتواصل معهم وناخذهم نرفضهم ان شاء الله الفريق المستقبل اللي باقي ان شاء الله على المنتخب التربيه نعم اكيد يعني وهذا المهم ان الواحد يجدد الدماء وايضا يعني حافظ لان انتم التربيه دائما مرتبطين باعمار محدده اكيد هذول راح يروحون لازم انت عندك لاعبين اكثرهم استاذ جاسم تسمح لي اكثرهم هذول اللاعبين من عدد بطوله التربيه هم مشاركين في غير بطولات احنا ناخذهم يعني ناخذهم على بطوله الانديه مرات اختبارات من منتخب وطني يعني احنا اليوم عندنا تقريبا ما يقارب 3 لاعبين 4 من محافظتنا من منتخب وطني هم كلهم لاعبين منتخب تربيه زين عندك لاعبين يلعبون بانديه؟ يلعبون الانديه نعم يعني اليوم احنا عندنا كان عبد الواحد علاش كان بطل نادي بلدية الموصل قبل سنتين العام أخذوه نادي المصافي لأنه عقد هسه نرجع إلى نادي بلدية وإن شاء الله يسوي لهم عقد هو لعب منتخب وطني وشارك تعرف أنت في لقائك السابق شارك في بطولة عمان وكان لقاء مع أستاذ صلاح قبل ما نشارك طبعا زفنا له بشرى أنه هو
كان مرشح والحمد لله من المنتخب وطني شارك في بطولة عمان بطولة العرب، وحاليا أيضا مرشح احتمال معسكر خارج العراق في إيران إن شاء الله. فإن شاء الله متواصلين إحنا كل لاعبين مستويات عالية إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. بارك فيك أستاذ فوزي. المدرب أيضا يحتاج إلى تطوير، يعني أنتم كمدربين مثلا ساحة وميدان حتى المدربين الآخرين أيضا، يعني دخلتوا دورات تدريبية مثلا أو تحاولون أن تدخلون تطورون من نفسكم؟ لأن طرق التدريب دائما تطرح عليها تحديثات وشغلات كثيرة يعني. نعم نعم إيه، نحن الفضل يعود للأستاذ صلاح قبل تقريبا سنتين عن طريق وزارة التربية مديرية المراكز التدريبية، رشحونا على دورة تدريبية بسليمانية. نعم. كنا مرشحين أنا وأستاذ نشوان، وفضل من الله يعني اجتازينا الدورة وسع مرشحين إلى ليفل 2 دولة، يعني دورة دولية فضل. نعم. من الله أنه اثنين يعني أيضا دعم من التربية. نعم نعم جيد. نعم من أستاذ صلاح، ورحنا واشتركنا والحمد لله اجتازينا للدورة الأولية وسع مرشحين ليفل 2 جيد. واني يعني سألت هذا السؤال مفاجئ، قلت له ربما هي أمور مخفية عنكم هذه، بس يعني ظاهر متابعين الموضوع يعني. أنا بالمدير العام للتربية الرياضية. نعم. اللي موجودة ببغداد بالوزارة عندهم تعاون على الاتحادات المركزية، فلما يسوون دورة تدريبية أو دورة تحكيمية تجينا أبلغ ربعي الكبات اللي يدربون، وهذه عندك دورة ما عندك دورة، إذا ما عندك دورة تعال أبو يسجل اسمك روح الله معك. زين انتم تقيمون دورات مثلا تدريبيه للمدربين الاخرين مثلا؟ لا احنا اقمنا دوره. نعم. نحن النشاط الرياضي اقمنا دوره، الفكره كانت مال الاستاذ محمد زكي، يمكن تعممت على المحافظات كلها، انه تعاوننا مع الاتحاد المركزي لكره الطائره راسا. نعم. فسوينا دوره تحكيميه لكره الطائره، ياخذ المشترك اول خمسه الاوائل ياخذون درجه اولى. جيد. والباقي ياخذون درجه ثانيه، من حقه يحكم بالدوري العراقي لكرة الطائرة. فسوينا هنا وبعثت النسخة إلى بغداد، دزونا اثنين مشرفين حتى لا تجاوز على المدير العام التربية الرياضية. جو اثنين مشرفين من بغداد أشرفوا على الدورة، وزعنا لهم شهادات وأعجبوا بالدورة، زي موحد كامل، المحاضر كان من أربيل والمحاضر الآخر كان حكم دولي من الديوانية. نعم جيد. أخذوها صارت عندهم يعني ما حاجة يدزون على المدرسين يسوون دورات، كل محافظة تقيم له دورة. وكان من ضمن المشاركين في هذه الدورة سبع بنات، يمكن سبع من العنصر النسوي من المدرسات مالنا. جيد. أستاذ فوز يعني شنو الأمور اللي يعني تعيقك مثلا أنت كمدرب تحتاج إلى أن يدعموك بها حتى تطور من نفسك وتطور ايضا الطلاب؟ والله اي معوقات ما عندنا يعني بالنسبه للتدريب، لان احنا متواكبين مع مثل ما يقول الاتحاد المركزي مع النشاط الرياضي. اي دوره احنا مثل ما يقول بيها ترشيح نترشح، يعني ساعدنا استاذنا شوم مرشح للليفل 2 بمصر. جيد. لان كوننا انه المقاعد يعني محدوده مجرد بس مقعدين، فمرشح استاذنا شوان عن الموصل واستاذ هيثم عن كركوك، واذا اكو مثل ما يقول دورات اخرى نحن مرشحين، لان احنا من مثل ما يقول من المدربين المتميزين بالنسبه للاتحاد المركزي، وماكو اي معوقات ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. بس اتدخل بهذا الموضوع، بالاتحادات المركزيه اللي موجوده في العاصمه بغداد سواء قدم ساحه وميدان طائره، اذا عندك واحد من محافظه نينوى عضو اتحاد انت امورك ماشيه. نعم. انا اقول لك يا صراحه، عندنا سيف عضو الاتحاد المركزي بالساحه وميدان، عندنا احمد عبد الكريم عضو الاتحاد المركزي بكره الطائره، نشطين. نعم. ينشط المحافظه. اي طبعا يذكرك داعمين للمحافظه. يذكر اشكو بالمحافظه. نعم. اما اذا ما عندنا بالاتحاد المركزي ما حد يذكر. نعم. هسه الاستاذ صهيب، يعني كره السله الان انت عندك مجموعه من الطالبات، قلنا انه محددين باعمار معينه، زين عندك يعني فئات عمرية أخرى مثلا، أو دائما أنت تستقطب لاعبات حتى تجدد الدماء وحتى يعني تبقى أنت معهم وكل بطولة أنت مشاركين عندك لاعبين جاهزين يعني ولاعبات جاهزة؟ نعم، إحنا بصراحة كل سنة نسوي إعلان كنادي قرقوش الرياضي ل يعني ندعي بنات إذا أكو يحبون يشاركون كرة السلة
وكرة الطائرة هم نادي قرقوش مشهور بها، وننطي أعمار معينة. والحمد لله يعني أنا هاي السنة شاركت، كان عندي بنية واحدة فقط بصف سادس، يعني سنة الأخ ما يحق لها، ولا بقية البنات يحق لهم أن يشاركون يعني بالبطولة. نعم. وسنويا يعني أنا تجيني بنات يعني ما أرجع ولا واحدة بصراحة. نعم. عندك بنات مثلا من تمين إلى أندية مثلا شيء؟ لا لا ما عندي. نعم. زين لو طلبوا من عندك الأندية، طلبوا منك مثلا ياخذوا من عندك لاعبات وهذه تنطيهم؟ إذا ما أشارك أنا، بس هاي عندي بنية هسه سحبوها المنتخب الوطني. نعم. شبلات يسموها. نعم. والسهبة يعني يسموه مثلا لو صارت بطولة مدرسية لكرة السلة، أكيد يعني أستاذ صهيب هو الحق الآن يعني من بطل العراق أنتم مثلا، ياخذوا مدرب. إيه أكيد. أنتم يعني بفريقك أو مثلا كمدرب أيضا تكون. إيه أكيد. الكادر التدريبي. نعم. يعني ما تم استدعائك مثل الكادر التدريبي للمنتخبات بغداد يعني بعد النتائج لها خطر؟ بس هو الفعالية مالته ما شاركت. يعني ليش قلت لك أستاذ عبد الرزاق من البصرة مدرب مع سعد حافظ؟ لأن أستاذ عبد الرزاق أو البصرة طلع ثاني. نعم. على مستوى العراق فاختاروك مدرب. أنا قصدي بكرة السلة مثلا. كرة السلة إذا أكو لازم يستدعوا. مشاركة كان يستدعوني. لازم يستدعوا. وهي واحدة. اثنين. نعم. أستاذ جاسم أريد أوضح لك صورة مهمة يجوز سهوا عنا الجماعة. كل مدرب متفرغ في مركز التدريبي سواء كان بقرقوش أو بتلسقف أو عندي بالداخل عنده تخويل يفطر على السباقات اللي يصير بالأقضية. يختار. نعم. لاعبات أو لاعبين. يعني مثلا عنده سعد بهنان الله يذكره بالخير كان مدرب كرة الطائرة، هسه ابنه مارفن مدرب كبير. طبعا كبير. أنا طبعا أحييه الأب الروحي للرياضة المدرسية. نعم. بالحمدانية وبالطائرة خاصة. نعم. بالطائرة. نعم. هسه ابنه يمكن راح ياخذ على خطاه يمكن إن شاء الله، بس ما يصير مثله يعني يروح ما يجي مثله، ما يجي لحسب منه. أكيد أكيد ما يجي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، لأنه هو دا يساعده بصراحة اللي هسه مستمر التدريب. دائماً يخافون. زين أستاذ صهيب، أنت تفتر مثلاً على المدارس تختارك مثلاً بنات من غير مدارس، ما حاولت مثلاً أن تستقطب بنات أخريات؟ أنا يعني أكون بلجنة الحكام اللي تصير ببطولات سباقات. نعم. فدائماً يعني اختار بنات. وانت تعرف كره السله اني احكيها يعني كره السله مو مثل كره الطائره. كره الطائره تحتاج الى قانون صعب بسيطه يعني. نعم. يعني قوانينها بسيطه. نعم. لعبها بسيط. ثانيا يعتبروها اللعبه النسويه، انما نجي على كره السله او كره القدم او كره اليد يعتبروها بها خشونه شويه. نعم. البنات يتحسسون من عندها. نعم. عندنا هاي المشكله، بس الحمد لله يعني اني هسه البنات يمنا بقرقوش تعدوا هذه الشغله يعني. استاذ صهيب طموحك وين بعد يعني؟ ان شاء الله بعد بطولة العراق. عندي طموح كبير يعني، بس ما اعرف ما اقدر اقول لك لانه الظروف اللي تحيط بينا مشكله يعني. نعم. ظروف الدوله، ظروف المنطقه، يعني كل مره نطلع من نقبه نفوت بنقبه اللخ. لا ان شاء الله يعني تنزلنا للقاع مرت اللخ. نعم. العراقي دائما متعلم على المصاعب. الحمد لله احنا بدنا نتجاوز هاي بالحرب العراقيه. ايه؟ الايرانيه صعدنا كاس العالم. ايه؟ احنا نتجاوز هاي المصايب لكنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تجينا مشكله الاخ يعني. نعم. نعم. حتى انتقل للست دينا، شنو مستوى الدعم اللي ممكن انه نقدمها لهم حتى يعني يتواصلون دائما، وانت كمشرفة تتواصلين وياهم تزوريهم؟ اي نعم، احنا كقسم نشاط رياضي دائما متواصلين مع جماعة الحمدانية. نعم. سواء استاذ صهيب مرة زرتوك تتذكر، وكذلك استاذ بهنام وقت الطائرة احنا نزور. نعم. مع استاذ محمد مسؤول الرياضة المدرسية طبعا بتوجيه من استاذ صلاح، فاحنا يعني كل الدعم لهم. واحنا يعني هم مع توصياتنا. لو سألش عن نادي الفتاة، نادي الفتاة يعني حسب ما نسمع انه دا يشاركون وعندهم نتائج، عندهم هذول ما متعاونين وياك؟ لا ما عندنا اي تواصل مع نادي الفتاة يعني مو صراحة. يعني بناتهم مو ايضا طالبات مثلا مو من المحافظة هم؟ لا. بصراحة يعني نادي الفتاة حالهم حالنا، ما ممكن انه يقولون عندنا فريق من داخل الموسى. يعني ايضا هم من المعتمدين على اطراف وخاصة على استاذ ابراهيم على بحشيقة. نعم. فحالهم حالنا يعني ما انه عندهم فرق من داخل المدينة نستعين بهم. نعم. يعني هم يستعينون بالخارج واجيهم فرق.
فيعني هذا السبب اللي هسه خلص سدينا. عندنا خطه معينه؟ عندك خطه مثلا مستقبليه لتغيير واقع الحال يعني حتى يكون عندنا نوع من الانفتاح على البطولات نعم. حتى هذه من خلال هذه ممكن نكتشف مواهب ونحتضنهم. حرامات اكو مواهب مدفونه يعني في طبعا هسه بتوجيه من استاذ صلاح عندنا كتاب رسمي بزيارات المدارس نعم. حتى نشوف الفرق المدرسيه يعني نزور المدرسة أقل مثال أشوف واحدة تدريبية لكرة السلة فرضا نعم. حتى نقع يعني على الخلل ويصبه أو نوجه المدرسة أو نقول ليش ما تعملين أنت. فإحنا كمشرفين فنيين لازم نخطو هاي الخطوة حتى نحاول أن نرفع من الرياضة النسوية نعم. زين المشاة الرياضية ما أيضا تقف عائق مثلا أمام تطوير الرياضة النسوية لأن تعرفين أنه الولد ممكن ان يلعبون بالملاعب المكشوفه وهذه بس البنت تحتاج الى البنت صعب قاعات صعب. احنا هاي معضله كبيره عندنا البنات نعم ومشاركتهم. تتوقعين المستقبل الرياضه النسويه؟ والله نبقى معتمدين على قضاء الحمدانيه. زين اذا اضربوا المستقبل واضح. لا ما اصور احنا وهي متعاونين. لا لا هم ابناء المحافظه اللي وصلوا هذول يعني اكيد دائما احنا جماعه الحمد متعاونين نعم. شكرا جزيلا لك. استغل الوقت مع استاذ محمد. طبعا احنا كره القدم يعني اللعبه الشعبيه الاولى أكيد أكيد. يعني احنا مهما لعبنا بساحه وميدان وكره السله وهذا يقول لك انت هي الواجهه القدم الواجهه يعني استاذ صلاح راح ابو البصره عندك لاعبين دخلوا وياهم نعم. والمحافظات يعني احنا ليش ما كان لاعب مثلا استاذ جاسم يعني بصراحه استاذ صلاح يعرف انا عندي فريق متوسط عندي مجموعه مدربين وهيئنا فريق جيد وكان اكو اضافات بعد عليه. بصراحه كان صادفتنا ظروف اولا ماديه صادفتنا مشكله ثانيه. بصراحه لو كنا شاركنا فريق المتوسط اقل شيء 6 إلى 7 لاعبين يسحبون منتخب مدرسي. يعني قلت لك الواد عثمان يعني الحارس 1000000%. عندنا لاعبين متميزين بس سبحان الله احيانا الامور ما تمشي مثل ما تريد انت. يعني كان عندنا فريق كلش جيد بس صار من ناحية مادية ومن ناحية فنية فصار عندنا إشكال منع هذا الفريق أنه يشارك. نعم. إلا لو الفريق كان شارك يعني كان يحرز مراتب جيدة للمستقبل شمهية. والله أستاذ جاسم إن شاء الله بإذن الله إذا الله استر علينا والسنة الجاية بهيك وقت إن شاء الله يعني أستاذ صهيب فريقه بالكامل السنة الجاية يحقلوا لأن هاي البطولة لعبناها مع العام الماضي. نعم. يعني حتى البنات اللي صف سادس إعدادي راح يحقلوا يلعبون يعني بطولة هاي السنة. فريق الساحة وميدان إن شاء الله جاهزين. عندنا فريق الخماسي بنات ثانوي السنة إن شاء الله يعني ما ولو إن شاء الله هم أول إلى مو أول 100% ثاني بالإضافة لفرق الوليد اللي منعتنا بصراحة المشاركة الضيقة المادية يعني المالية. يعني يعفون لنا أستاذ فوزي وأستاذ نشوان إحنا شقد تعبنا يلا قدروا يشاركون زين. فإن شاء الله السنة الجاية الأمور كن استقرت واكو تخصيصات ماليه ان شاء الله راح تشوف نتائج طيبه للكره قدم وللكره السله ولكره الطائره واليد بنين بالاضافه للاخوان ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. الاستاذ محمد زكي نجم الكره المصريه السابق وايضا مسؤول عن النشاط الرياضي المدرسيه في قسم النشاط الرياضي وايضا شكر موصول للسدينا اسامه مسؤوله الفرق النسويه بتربيه 2 وشكرا جزيلا لك و الكابتن صهيب يشوع مدرب كرة السلة والأستاذ فوزي إدريس مدرب ساحة وميدان والأستاذ نشوان عدنان مدرب أيضا ساحة وميدان والشكر موصول للأستاذ صلاح الياس مدير قسم النشاط الرياضي في تربية 2 وشكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء بعد ما سلطنا الأضواء على النشاط الرياضي مديرية النشاط الرياضي في تربية نينوى والنتائج المميزة التي حققتها هذه المديرية من خلال المشاركات الخارجية ومن خلال مشاركات داخل العراق التي لا ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج الملعب. ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى اللقاء.